الوقت المكتسب من الفريق فيكتوريا بمحافظة فيكتوريا والتسلل بعد محاولة التعادل وبعدما سجل محمد صلاح عشان يعادل الأرقام الموجودة ركلة جزاء لمصطفى محمد واحد من أفضل لاعبي مصر النهارده ولا تدخل مكانه محمد صلاح لتقفل الكرة التي لم تعطي المنتخب المصري في الشوط الأول التفوق اللي كان بهدف فقط ولكن الأمور تعود وكرة تنقطع هدف التعادل عن طريق محمد صلاح 2-2 في المباراة.